الشهيد البطل ساري عبد الله الغباغبي استشهد أثناء القصف على مدينة الكرك اليوم 26/6/2012 وهو الآن في بلدة الغارية الشرقية. استشهد أثناء القصف الصاروخي على مدينة الكرك الشرقي من قبل العصابات الأسدية، وعندما كان يختبئون الأهالي في الملاجئ في المدارس استهدف بالصواريخ. هذه انظروا، انظروا هذا الشهيد البطل، انظروا من قبل القوات الأسدية. الله أكبر عليك يا بشار، الله أكبر عليك يا بشار. الشهيد البطل ساري عبد الله الغباغبي.